مستشفى الأمراض النفسية والعصبية في تعز يعد حتى وقت قريب المشفى الحكومي الوحيد على مستوى اليمن المجهز بشكل متكامل، ويستقبل الحالات النفسية والعصبية من جميع المحافظات اليمنية. هو اليوم يعاني من نقص حاد في الإمكانيات الطبية والكادر الطبي وشيحة في الميزانية التشغيلية، رغم زيادة نسبة المرضى النفسانيين الذي يستقبلهم المشفى بشكل شبه يومي، ما جعل نزلاء المشفى وأهاليهم يشكون نقص الخدمات الصحية والأدوية اللازمة والضرورية على الرغم من الجهود الذاتية التي يقدمها المشفى للنزلاء. الأكل والشرب تمام، والعلاج تمام، العشاء والصبح الحمد لله السيطة عني زين، أبي يرقضون عندنا ولا يروحوا أي مكان، ورعنا نحن بكل شيء. المسؤولون عن المشفى طالبوا بتوفير الاحتياجات الأساسية الناقصة، فالمختبر على سبيل المثال غير مكتمل ومغلق تماما، وعدم توفر الغذاء والدواء، بالإضافة إلى نقص الكادر الطبي بعد مغادرة معظم الأطباء التابعين للمشفى إلى خارج البلاد بسبب الحرب. التغذية والدواء والملابس وغيره تجد أنها في أحسن الأحوال لا تغطي حتى 30% من الاحتياجات، فلهذا نحن بحاجة إلى زيادة الميزانية التشغيلية على الأقل 3 أضعاف. 50% أمراض ناتجة عن ضغوطات بيئية، سواء كان الأسرة أو في العمل أو في أو مشاكل صدمات أو سقوط، أو هذه كلها هي أسباب للأمراض النفسية الموجودة. وكانت إحصائيات غير رسمية أشارت إلى أن هناك 1,500,000 يمني يعانون من حالات نفسية مستعصية منذ اندلاع الحرب في اليمن، وأكثر المتأثرين نفسيا من الحرب هم الأطفال. وأكدت تقارير منظمات تعنى بالطفولة أن هناك أكثر من 6,000 طفل في مدينة تعز تأثروا نفسيا بالحرب بشكل متفاوت وبحاجة لبرامج للتأهيل النفسية. عبد الكريم الشيباني، الحرة، تعز.